لا تأمن الدهر إن الدهر ذو خيار وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنى على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين منهم بصيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريان بأرض طوس وسامرة وخر منات بغداد شخصين حلا وسط قبرين يا سادتي يا سادتي لمن أبكي أسا ولمن أبكي بجفني من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدان أم الحسين لقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشاب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين لكن عاد المصيبة يا شيعة عند فاطمة الزهراء لما يسألونها النوح يا زهراء على من هو تنوحي نوحش على المسموم لو نوحش على حسين صاحت ودمع العين فوق الخد بادي لا تسألوني يا خلوق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاصفي فادي وأعظم عليّ